جدل كبير أثير في الأيام الماضية في كرة السلة الأردنية، وطرفا هذا الجدل كانا الوحدات واللجنة المؤقتة في اتحاد السلة، والسبب الرئيسي التحكيم. الجدل بدأ في مباراة الوحدات والأهلي التي انتهت بفوز الأهلي بفارق نقطة واحدة. أثناء اللقاء كان هناك اعتراضات متكررة من قبل لاعبي الوحدات على التحكيم، وبعد اللقاء أكدت إدارة الوحدات أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكوى رسمية ضد التحكيم، وهذا ما حدث بالفعل. إدارة الوحدات تقدمت بكتاب رسمي لاتحاد السلة شارحة فيه العديد من الأخطاء التحكيمية حسب وصفها، مشيرة إلى أن هذه الأخطاء أثرت على نتيجة المباراة، وطالبت الإدارة بعدم إسناد أي مباراة يكون الوحدات طرفا فيها للطاقم التحكيمي الذي أشرف على مباراة الوحدات والأهلي. الاثنين الماضي كانت صالة الأمير حمزة على موعد مع مباراة الوحدات والأرثوذكسي، وما أن وصل لاعبو الفريقين إلا وبدأ لاعبو الوحدات بالانسحاب من الصالة احتجاجا على تعيين أحد أعضاء الطاقم التحكيمي لمباراة الوحدات والأهلي ليحكم مواجهة الوحدات والأرثوذكسي. انسحاب الوحدات جاء على إثره تخسير الفريق بنتيجة 20 نقطة مقابل لا شيء بحسب قوانين البطولة، وهذا ما جاء في بيان اتحاد السلة المطول الذي أكد فيه أيضا على عدة أمور أبرزها تشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث التحكيمية والجزم بأن المختصين أكدوا بأن خسارة فريق الوحدات لم يسببها خطأ تحكيمي. كما أكدت اللجنة في بيانها أنها ليست خصما لأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات، مشيرة إلى أنها تثمن الدور الكبير الذي قام به نادي الوحدات والدور الأكبر الذي تلعبه جماهير الوحدات في إضافة المنافسة والإثارة في دوري السلة. تصعيد ما زال مستمرا بين الطرفين، فمن جهة الوحدات هدد في أكثر من مناسبة بالانسحاب كليا من نشاط السلة، ومن جهة أخرى يرى اتحاد السلة أن طلب الوحدات بتحديد حكام معينين لمباريات فريقهم أمرا مستبعدا. فكيف ستنتهي هذه الأزمة، وما هو الحل الأنسب لاستمرار نشاط السلة بدون أي مشكلات؟ إذن سيد حاتم، أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني بدنا نقول منذ بداية الموسم والوحدات عنده مآخذ على التحكيم في دوري كرة السلة. هلأ السؤال الأهم والمطروح، هل الوحدات مقصود بالأخطاء التحكيمية برأيك؟ شوفي ستي، بدي أحكي لك، إحنا نادي الوحدات نادي لا يقبل الجمهور والنادي والمنظومة الإدارية إلا بالمركز الأول. يعني إحنا على أي رياضة بنيجي عليها إحنا مطلوب منا كنادي نقدم المتطلبات المطلوبة للمنافسة على المركز الأول. نعم. المتطلبات لجنة فنية على أعلى مستوى، مدربين كبار، لعيبة كبار، ميزانية مليحة، استقرار فني وإداري ومالي، وجمهور كبير. يعني أنت عارفة إيش جمهور الوحدات، فإحنا دائما بنقدم المطلوب منا المتطلبات حتى نكون منافسين على البطولة. إحنا من حقنا، وهذا أبسط حقوقنا، انه احنا يكون عندنا شعور انه التحكيم عادل، ما يكون عندنا هواجس تحكيميه، ناخذ حقنا، ما بدنا اكثر من حقنا. يعني مشكله بسيطه وحلها بسيط. احنا في مباريات الكاس الاردن مع النادي الاهلي صار اخطاء تحكيميه مؤثره، احنا سكتنا عنها، ما اشتكينا عليها، قلنا هاي اخطاء بشريه. لكن الاخطاء اللي صارت في اخر مباراه مع النادي الاهلي، وهاي الاخطاء 11 خطأ موثق اللي طلعوهم خبراء في كرة السلة، وقدمنا كتاب للاتحاد حسب العرف، يعني على أساس إنه الاتحاد هو أب الجميع وهو الأب الحنون الحاضن لأبنائه. تفاجأنا برد فعل غير مقبول من الاتحاد. نعم. ومن لجنة الحكام إن وجدت، طبعا أنا برأيي إنه ما في لجنة حكام في اتحاد السلة، وهلا بثبت لك. تفاجأنا برد غير مقبول وشخصنا للأمور، والاتحاد عمل حاله طرف فورا، وأمين عام الاتحاد عمل حاله طرف وبدأ بإصدار البيانات ويرجع للماضي ويحمل جمايل إلى آخره، فالأمور تفاقمت. طيب، الخطأ وارد مثل ما عم نقول، كان في أخطاء فنية على الوحدات وللوحدات. نحط الأخطاء، يعني نقدر نقول إنه الوحدات بحط الأخطاء على جنب، وبمعنى إنه الأخطاء التي حدثت هي التي تسببت بخسارة الوحدات. طبعا إحنا ستي بكل رأي الخبراء، كل خبراء السلة بالأردن رأيهم إنه من الحكام هم سبب خسارة الوحدات. في أخطاء، في لاعب الأهلي جوردن سوقي ضرب اللاعب الأمريكي بإيديه التنتين على ظهره. نعم.
بدون كرة، هاي عليها استبعاد بجوز لنهاية الدوري. الحكم الطراوني كان قريب عليه ما حسبها. آخر طابق اللي تبعت ميسون اللي ضايل 8 ثواني، خطأ متعمد على حمارشة، الحكم حسبه خطأ عادي، ضربه على بطنه، ترجينا الحكم أبو طوق ارجع للفار ضايل 8 ثواني، ما رضي. إذا ما بده يرجع للفار وضايل 8 ثواني متى بده يرجع للفار؟ فإحنا طبعاً لعلمك المباراة مش مؤثرة كثير على يعني على بطولة الدوري، هي مؤثرة على التصنيف قبل البلاي أوف، لكن إحنا كنادي تعبانين على فريق السلة. ست سميحة بدي أحكي لك شغلة، لما تشوفي أنت الجهاز الفني اللي في نادي الوحدات لكرة السلة، معتصم سلامة، زيد الخص، معن عودة، أيمن دعيس، هذا بيوريكي حجم الاهتمام اللي الوحدات حاطه بكرة السلة، قامات فنية تاريخ في سلة الأردن. فإحنا في السلة مهتمين فيها، مش رياضة ثانوية، إحنا بالرياضة أساسية بنادي الوحدات. فإحنا لما صارت المشكلة من حقنا قدمنا الكتاب للاتحاد. إيش كان المفروض يعمل الاتحاد ستي؟ الأب الحاني، الأب الحنون لجميع أبنائه، كان مفروض يقعد مع النادي الوحدات ويقول لهم العملية بسيطة، إحنا نتعهد لكم إنه هاي الأخطاء ما تتكرر، إذا الحكام أخطأوا إحنا راح نوريهم خطأهم عن طريق فنيين عشان ما يتكرر الخطأ، سواء ضد نادي الوحدات أو ضد الأندية المنافسة. وبحصر الأخطاء على الحكام، أنت ذكرت الموثق 11 خطأ. 11 خطأ فادح من أخطاء الحكام. في أخطاء أخرى طبعاً، إحنا يعني المختصين قصوا الأخطاء اللي هي أخطاء يعني فادحة وواضحة. نعم. فإحنا بدل الاتحاد ما يعمل هيك، لا صار يقول لك طلع بيان إنه هاي الأخطاء مش مؤثرة، لم تؤثر على نتيجة المباراة. بتطلع لجنة الحكام بتطلع بيان غريب. طبعاً أنا أتحفظ على هاي لجنة الحكام. لجنة الحكام حسب البيان، أول بيان نشوفه للجنة الحكام من 3 سنوات، مشكلة من الأستاذ مضر المجدوب والأستاذ تيسير سعادة، وهم الاثنين موظفين في الاتحاد، فهذا يعني موظفين رسميين في الاتحاد، فوين الحيادية؟ فلجنة الحكام بتقول إنه والله هاي الأخطاء ما أثرت على المباراة، لا أثرت على المباراة. بتقول إنه إحنا طلب الوحدات بعدم إسناد الحكام للوحدات غير مقبول. طب ثاني مباراة يا ست سميحة، يعني مع كل هالتوتر بيجيبوا الحكم الطراوني ثاني مباراة. نعم. مع الأرثوذكسي بيحبوا. طب تقدمتوا أنتوا بالشكوى، شو المطالب غير تغيير لجنة، غير تغيير التحكيم في المباريات؟ إحنا مطالب، شو طلبتوا؟ شوفي يا ستي، مطالب نادي الوحدات بسيطة جدا، ما في أبسط منها. كان بدنا من الاتحاد ممثل برئيسه وبالأمين العام إنهم هم فقط يشيلوا الهواجس اللي ضد التحكيم عن نادي الوحدات. نعم. وهي العملية مش صعبة، كان باجتماع إنه إحنا نتعهد إنه الحكام إذا بيخطئوا على الطرفين نوريهم أخطائهم عشان ما يعيدوها. بالعكس، كافأوا الحكم المخطئ وعينوه في مباراة مهمة مع الأرثوذكسي المباراة التالية إلنا. حتى هي مش، أنا لو أنا محل الحكم والله ما بقبل أحكمها، لأنه هي فيها نوع من يعني بده يحطوا عليه ضغط، إذا حسب صح أو حسب خطأ هو راح يكون تحت توتر كبير. هذا عناد وهذا تحدي. وكل الخبراء السلة يا ستي، رئيس نادي كبير في كرة السلة وكابتن منتخب الأردن ومعلقين كبار وصحفيين كبار أجمعوا إنه اللي كان صاحب القرار بتعيين الحكم الطراوني للمباراة التالية للوحدات أخطأ خطأ فادح. نعم. طب سؤالي إليك سيد حاتم، هل من حق نادي الوحدات أو أي نادي آخر إنه يحدد الحكم اللي يكون موجود في مباراته؟ لا طبعاً مش من حق أي نادي يا ستي، لكن إحنا يعني إحنا سيد البلاد، عودنا إنه العدل أساس الملك، إحنا المطلوب فقط العدل بالتحكيم، ما بدنا معنا طلبات تانية. يعني اللي بفكر إنه إحنا إلنا طلبات يا ستي، هاي لجنة مؤقتة لكرة السلة صار لها 4 سنين مخالفة للقانون وإحنا ساكتين. لجنة، إحنا تصوري نادي الوحدات ست سميحة غير ممثل ولا في لجنة من لجان الاتحاد. نعم. مش بس نادي الوحدات، الوحدات والجبيهة والجليل وكفر يوبا، 4 أندية من الستة اللي في الدرجة الممتازة غير ممثلة إطلاقا في أي لجنة من لجان الاتحاد. هل هذا عدل؟ نادي كفر يوبا النادي المحترم المكافح السنة الماضية جاب الثالث على الدوري وهو غير ممثل ولا بلجنة باتحاد كرة السلة. إحنا قابلين، بس إحنا ستي يعني كل هالتعب اللي بنتعبه، ميزانية إحنا عقود اللاعبين والجهاز الفني، هاي بحكي لك إياها على الملأ، 180,000 دينار. إحنا أليس من حقنا أن نضمن بعد كل هالتعب والجهد والفلوس اللي بندفعها نضمن عدالة التحكيم؟ هل هذا طلب غير شرعي؟ ما عندنا طلبات تانية.
طيب جيتوا على مباراة الأرثوذكسي ولقيتوا نفس طاقم التحكيم موجود واتخذتم قرار بالانسحاب، هل كان هذا هو القرار، هو الخيار الوحيد أمام الوحدات بعد رؤية الحكم، أم أنه قمتوا بهذا الموقف لتصعيد الموقف؟ ستي إحنا الاتحاد أخطأ، اللي الاتحاد طبعاً أمين عام الاتحاد حاول يرمي الخطأ على لجنة الحكام، خلاهم يطلعوا بيان أنه هم أصحاب القرار. كان في مباراة في نفس الوقت يعني قبل المباراة بين الجليل وكفريوبا، فالعملية ما كانت صعبة أنك أنت تبدل حكم محل حكم عبين ما يخف التوتر هذا، لكن للأسف الموضوع نوع من التحدي ونوع من شخصنة الأمور. إحنا حكى رئيس النادي قبل المباراة لما شفنا الحكم بالملعب، حكى مع رئيس الاتحاد الأستاذ الفاضل محمد عليان، قال له أرجوك يعني إحنا لازم بدل الحكم بأي حكم في المباراة اللي قبلها، العملية مش صعبة، لكن قال له خلص خليكم حموا وأنا بهلا ببدله. بعدين رجع له قال له ما ردوا علي. نعم، فنوع من العناد والتحدي وهذا شيء غير مقبول. يعني مش يعني تم اتخاذ هذا القرار، هل هو للضغط على الاتحاد بما أنه الدوري لسه بمرحلته الأولى؟ ستي احنا 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 القرار طبعا قرار مجلس إدارة مش قراري أنا، قرار مجلس إدارة بالإجماع. نعم. إحنا يا ستي الحكم أخطأ أخطاء فادحة وواضحة وموجودة وشفتوها حضراتكم وكل الخبراء أجمعوا عليها. هل هذا الحكم اللي أخطأ أنا بكافئه بحطه تاني يوم أو تاني مباراة على مباراة مهمة، مباراة قمة بين الوحدات والأرثوذكسي؟ بالله عليك هذا منطق؟ على الأقل يا ستي يعني أوريه بس أخطاؤه، على الأقل يا ستي في كل دول العالم الحكم يعاقب إذا أخطأ، يعاقب داخليا ويتم عدم إسناد له أي مباراة مثلا لمدة أسبوعين بدون إعلان. نعم. أنت بتكافئه على أخطائه، طب المرة الجاية إيش بده يعمل؟ طيب تحدثنا عن البيان، تحدثت حضرتك عن البيان اللي أصدره الاتحاد يوم الأربعاء، واضح أنه مش كتير أنتوا راضيين عن هذا البيان، ومن أهم النقاط التي ذكرت أنه الاتحاد ليس خصماً للوحدات في هذا الموسم، تعليقك على هذا؟ يعني أنا برأيي تصرف أمين عام اتحاد كرة السلة مع نادي الوحدات تصرف شخصي، وهو تصرف عمل حاله خصم لنادي الوحدات، مش عارف ليش، بدل ما هو لقبه أمين عام الاتحاد أمين عام، فهو مفروض يقعد مع الأندي ويتكلم معاهم ويحل الأمور. الأمور كانت سهلة، كان حلها سهل جدا، لكن البيان حقيقة البيان يعني لو بدي أحكي لك نقاط ما بعرف إذا الوقت بسمح، فيك أشياء تمخض الجبل فولد فأرا. هلا إحنا بدنا نحكي عن لو بدك أحكي البيان. على البيان عندي نقاط يعني غريبة مكتوبة في البيان، لكن في البداية بدنا ناخذ رأي الاتحاد فيما يتعلق بالبيان الذي تم إصداره. بنضم لنا عبر الهاتف السيد تيسير سعادة مدير الاتحاد وعضو لجنة التحكيم. مساء الخير سيد تيسير. مساء الخير أخت سميحة، أهلا وسهلا فيك سيد تيسير. بداية ماذا أراد اتحاد كرة السلة من بيانه الذي صدر قبل أيام؟ اولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم المهندس حاتم، اهلا فيك وشكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا فيك. اسمحي لي في البدايه ان اوضح ما يلي حتى تكون الصوره واضحه امام جميع المشاهدين الكرام. احنا كاتحاد وصلنا كتاب من اداره نادي الوحدات بعد ان تم تعميم هذا الكتاب على كافه وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، والاصل ان يكون مرسل للاتحاد فقط ويكون سريا ما بين مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة نادي الوحدات، وأعتقد لو حدث ذلك لوصلنا إلى نقطة تفاهم فيما بيننا. نعم. على ضوء ذلك تم تحويل الكتاب إلى لجنة الحكام المركزية، ومع احترامي للأستاذ والمهندس حاتم بيقول إنه ما في لجنة حكام، لا في لجنة حكام مهندس، واللجنة فاعلة ولها اجتماعات مدورية ومكونة من 5 أشخاص لها دور كبير في تطوير عملية التحكيم، فحبيت بس أنوه لهذه النقطة. نعم. لجنة الحكام طبعا دعت الحكام مباشرة وشاهدوا شريط المباراة كامل، وتبين لنا كلجنة حكام وحكام لأن هناك بعض الهفوات التحكيمية التي حدثت أثناء المباراة، وهي الهفوات التحكيمية لم تكن مقصودة على نادي الوحدات أو على النادي الأهلي، وإنما كانت على الفريقين بتساوي، ولم تؤثر هذه الهفوات التحكيمية على سير المباراة. وأيضا إذا استعرضنا استمارة التحكيم، يعني سيد تيسير من كلامك بنفهم أنه كان في أخطاء كمان ضد النادي الأهلي؟
لا مش اخطاء لو سمحتي، مش اخطاء، في هفوات تحكيميه. هفوات تحكيميه. طيب، ولو استعرضنا استماره التسجيل، نعم، لوجدنا ان الحكام قاموا باعطاء 30 خطا شخصي على النادي الاهلي مقابل 18 خطا شخصي على فريق الوحدات، وان القصه اللي حكاها المهندس عنها وضع اللاعب جوردن مع اللاعب الاجنبي المحترف عندهم في النادي، انا كنت موجود بالملعب وشاهدتها، فعلا كانت عفويه، والدليل على ذلك انهم قاموا اللاعبين الاثنين بالسلام على بعضهم البعض وكان شيء لم يكن، وانا كنت موجود بالملعب في ذلك الوقت. هنا اوضح شغله يعني بسيطه اذا سمحتي لي، نعم، لان ملعب كره السله من اصغر ملاعب الالعاب الجماعيه اللي صغره في عمليه الالعاب اللي فيها احتكاك، ولاعبين العشرة لما يحتكوا مع بعض وخاصه تحت برد كره السله يكون هناك هفوات تحكيميه او اخطاء تحكيميه الحكم احيانا لا يستطيع مشاهدتها، فهاي لا تؤثر على سير المباراه لا على الفريق الف ولا على الفريق باء. هاي واحد. اثنين، ان الحكام المكلفين لاداره مباريات عندنا في الاتحاد هم حكام دوليين عددهم 7. نعم، هذول 7 بدنا احنا كاتحاد وكنيس حكام بالتناوب بنوزعهم على اداره 3 مباريات في 2 متتاليين، اذا لابد هنا من تكرار احد الحكام لتغطيه المباراه او المباريات اللي في بعد. طيب سيد تيسير، ما هو هلا انت عم تقول تم توزيع الحكام على مدى 2، صار في نعم شكوى من نادي الوحدات فيما نعم يتعلق بالحكم في مباراته مع الاهلي. نعم، وطالب الوحدات بتغيير يعني طاقم التحكيم. نعم، فما بتاخذوا هذا بعين الاعتبار انتم على المباراه اللي بعدها؟ ستي تفضلتي قبل شوي تفضلتي وسالتي المهندس قبل شوي، نعم، انتم طالبتوا بتغيير الحكام او بتحييد الحكام فلان فلان، لو تكرر الموضوع مع نادي ثاني، نعم، طلب بتحييد الحكام، منين نجيب حكام احنا كالاتحاد؟ الاتحاد لو سمحتي هو سيد نفسه وسيد قراره في تعيين الحكام في كل مباراه، مع احترام الشديد لكل الأندية كلهم، اللي الاتحاد يقف على مسافة واحدة منهم لن يرضخ لأي مطالب أو قرارات تفرض عليه، وأنه ثابت في آلية توزيع الحكام، وأن تعيين حكم واحد من الطاقم اللي أدار المباراة، تعيين حكم واحد بشد عليها كويس هاي، أنه تعيين حكم واحد لا يعني تحدي لإدارة نادي الوحدات، مع احترام الشديد لكل إدارة نادي الوحدات واحترام الشديد للمهندس، لو أنه تكرر الحكام الثلاثة نفسهم أعدنا تعيينهم مرة ثانية لإدارة هذه المباراة، هنا بصير في كلام بالموضوع. طيب، لكن بحب أتساءل لو سمحتي لي، أنا من خلال خبرتي المتواضعة، نعم، كحكم دولي ومدير الاتحاد، لأول مرة بتاريخ لعبة كرة السلة بينسحب فريق من بداية المباراة اعتراض على حكم، عمرها ما صارت بالتاريخ كرة السلة حسب معلومات المتواضعة، ما صارت بالتاريخ أنه حكم نادي ينسحب قبل بداية المباراة معترضا على أحد الحكام. الاعتراض يكون إما أثناء سير المباراة وعلى حدث معين أو على خطأ معين، أو بعد نهاية المباراة يتم الاعتراض بالطريقة القانونية والإجراءات القانونية. نعم، هون بدي أتساءل مع المهندس لو سمح المهندس، أن لكل احترام احترمه بقدره، أنه لو كانت هذه المباراة مهمة وضمن تصنيف وترتيب الفرق، هل كان فريق نادي الوحدات سينسحب من هذه المباراة؟ يعني أعتقد كل المباريات مهمة سيد تيسير بالنسبة لكل الأندية. لا، بس المهمة في المراحل الثانية، لكن هاي مراحل تمهيدية. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية يعني هي بتضلها منافسة. طيب سيد تيسير، نعم، كيف ممكن تنتهي هذه الأزمة ورسالة بتوجهها لنادي الوحدات وجماهيره؟ والله أنا أكن كل احترام وتقدير لإدارة نادي الوحدات لدعمهم ومساعدتهم في نشر اللعبة وتوسيعها، وبعثنا لهم أكثر من كتاب أنه على توسيع القائد، لأن عندهم مخزون وافر من اللاعبين الناشئين الفئات العمرية. نعم، بس بدي أسأل المهندس حاتم، سمعت أنا أنه صرح في إحدى وسائل الإعلام خاصة كانوا عند السيد خالد العميري بأن إدارة مجلس إدارة الوحدات اتخذ قرار بتجميد اللعبة، هل هذا الحكي صحيح فيما لو تم تعيين لا حكم؟ لانه حكيت انا انه عندنا حكام معدودين، فلابد انه اعاده تعيين الحكام اللي اداروا المباراه اللي ما بين نادي الوحدات وبين فريق النادي الاهلي. وللعلم هو بيعرف المهندس انه حكامنا مشهود لهم بالنزاهه والحياديه والتحكيم الجيد، والدليل على ذلك اختي اذا سمحتي لي انه يطلبوا من الاتحاد الاسيوي لتحكيم مباريات دوليه، وانا عندي بالاتحاد على طاولتي
طلبين من الاتحاد البحريني والاتحاد السوري للاستعانة بحكامنا في إدارة مباريات الدوري عندهم. نعم. هذا الحكي كله يشهد لهم بالنزاهة ويشهد لهم بأنهم حكام محايدين، لكن برد أعيد وأقول أنه لابد هاي مباراة لعبة كرة سلة واحتكاك بين 10 لاعبين بمساحة قصيرة، لابد أن يصير هناك هفوات تحكيمية أو أخطاء أو ولا تكون منظورة أو مشاهدة من قبل بعض الحكام فلا تحتسب. هنا بدي أحط نقطة كمان يعني إذا سمحتوا لي، إنه مع احترامي الشديد للمدربين والإداريين بحترمهم كلهم بقدرهم، البعض منهم لا مديش أقول لا يفقه، ليس لديه أي معلومات عن القانون وعن التعديلات التي تطرع على القانون. من هنا نجد أن بعض المدربين يثور ويغضب، وإضافة للإداريين لبعض الحالات التحكيمية التي هو لا يعلم عن تعديلاتها بالقانون شيء. ودعينا احنا كاتحاد اكثر من مره المدربين والمساعدين لشرح لهم هاي التعديلات وهي التطورات طرف القانون حتى يكونوا مواكبين لتطور القانون ويكونوا بمعرفه على هذا القانون حتى ما تقع مصادمات ما بين اللاعبين وما بين الحكام او الاداريين. نعم. بدي اكد لك اذا سمحتي لي بشكل سريع لو سمحت. ماشي، لاننا على ثقه كامله بحكامنا بثقتنا بهم بالحياديه والنزاهه، وأن الاتحاد ثابت في سياسته في تعيين وتعيين الحكام بما يرى مناسبا لكل مباراة، وأكيد سيكون هناك إعادة للحكام نفسهم بمختلف المباريات للقيام بالتحكيم وبالتناوب، وهذا الشيء إن شاء الله تعالى سيكون يد بيد مع الأندية مع الحكام مع الاتحاد كل يتنصب لمصلحة لعبة كرة السلة ورفع مستواها ما بين الأندية، والاتحاد يقف على مسافة واحدة من كافة الأندية الأردنية حتى نطور اللعبة مع بعضنا البعض. أكيد لا شك في ذلك. سيد تيسير سعادي مدير الاتحاد وعضو لجنة التحكيم، شكرا لمداخلتك معنا. سيد تيسير حديثنا مستمر لكن بعد فاصل قصير، خليكم معنا. أهلا فيكم جديد، مكملين معكم بحلقتنا لليوم والحديث عن مشكلة أو أزمة الوحدات مع التحكيم في دوري كرة السلة مع ضيفنا السيد حاتم معيلش عضو مجلس إدارة الوحدات وأيضا مدير نشاط كرة السلة. برحب فيك من جديد سيد حاتم. بدنا نرد هلأ على النقاط اللي يتحدث عنها السيد تيسير. طيب. نبلش بالتصريح تجميد نشاط السلة. طبعا أنا ستي ما صرحت للأستاذ خالد العميري ولا لجريدة الغد عن هذا الموضوع إطلاقا. نعم. ما صرحت، فهذه المعلومة غير صحيحة. هلا هناك تصريحات من طرف آخر مش أنا ما صرحت. نعم. لأنه أصلا قرار مش إلي، قرار لمجلس الإدارة. أنا بدي أحكي للأستاذ تيسير سعادة، هو شخص على فكرة محترم جدا من أحسن الناس ممكن تتعاملي معاهم، أنه أنت حكيت أنه لجنة الحكام خمس أشخاص، هي أربعة أستاذ تيسير مش خمسة يعني. نعم. هو شكله أستاذ تيسير مش متأكد من عددها، هي أربعة أشخاص منهم واحد عضو إدارة في الاتحاد السلة واثنين أشخاص موظفين في الاتحاد وشخص واحد محايد، هما أربعة وليس خمسة. بيحكي الأستاذ تيسير أنه حسب على الأهلي 30 خطأ وعلى الوحدات 18، هذا أستاذ تيسير أنت خبير كرة سلة، هذا مش مقياس. ممكن فريق يدافع مان تو مان، ممكن فريق يدافع زون، ممكن فريق يلعب تحت السلة، ممكن فريق يعتمد على التصويبات الثلاثية، فموضوع عدد الفاولات الشخصية هو مش مؤشر إطلاقا على أداء التحكيم. اللي بيحكي يعني هنا بيحكي انه في عندنا بس سبع حكام، يعني للاسف هذا كلامه ادانه للجنه المؤقته اللي صار لها اربع سنين في اداره كره السله في الاردن وعندها بس سبع حكام. نعم. يعني ايش بيسووا صار لهم اربع سنين؟ هاي نقطه. بدي احكي هلا على هو بيحكي على الفاول تبع جوردن سوقي على انطوان ميسون، خطأ عفوي يعني هذا رايه بالامانه ست سميحه كارثه. لاعب كل الخبراء السلة في العالم اجى ضربه بايديه التنتين على ظهره وبقول لك خطأ عفوي، يعني انا يعني بستغرب الاستاذ تيسير بيحكي انه هذا خطأ عفوي. انا بحكي هو هنا ستي لب المشكلة لما الاستاذ تيسير سعادي وهو حكم دولي سابق وهو مدير الاتحاد وهو انسان يعتبر فني، لما بحكي انه الاخطاء التحكيمية لم تؤثر على نتيجة المباراة، هاي لب المشكلة. يعني هو عدم الاعتراف بوجود الأخطاء والتعهد بإصلاحها، هذا هو لب الموضوع. وإحنا يعني ممكن إحنا نبعث للفيبا ونبعث لهم الأخطاء هاي وندفع رسوم ونطلب حكم محايد
يشوف هاي الأخطاء هي أخطاء صحيحة أو مش صحيحة وأثرت ولا ما أثرت. يعني هاي أنا بس بدي أحكي كلمة بنهاية تعليقي على كلام الأستاذ تيسير، اللي صاحب القرار بتعيين الحكم الطراونة للمباراة التالية للوحدات بعد المشكلة هو غير مؤهل إنه يكون في إدارة أي نشاط كرة سلة بالأردن، لأنه قرار خاطئ 100%. حتى لو هو بدهم يخلوه يحكم مش المباراة التالية، يعني بعد مباراة أو مباريتين مش المباراة اللي بعدها. طيب صاحب القرار هو أخطر. يعني يمكن إحنا عم نلاحظ إنه الأمور عم تتفاقم مش عم تنحل، الأزمة عم تكبر أكثر ما عم تزيد. هل ممكن إنكم تعدوا على طاولة الحوار مع الاتحاد لحل هذه المشكلة؟ ستي في موعد يوم الأحد الساعة 4 بين الاتحاد السلة ورئيس النادي الوحدات واللجنة الأولمبية لحل الموضوع إن شاء الله. طيب في المباراة المقبلة في حال تم تعيين نفس الحكم في المباراة رح تجددوا انسحابكم مرة أخرى؟ إحنا نادي الوحدات، إحنا يا ستي الهيئة العامة تبعتنا هيئة عامة كبيرة، 6000 واحد انتخبونا عشان ندافع عن حقوق النادي. نعم. إحنا سوف نستمر بالدفاع عن حقوق النادي حتى الرمق الأخير، والقرار طبعا مش إلي، قرار مجلس إدارة. طيب هل طرحتوا على الاتحاد فكرة أنه يكون في طاقم تحكيم من الخارج؟ وفي حال الموافقة على ذلك مين بتحمل تكاليف استقطابهم من الخارج؟ يعني الاتحاد، خلينا نتكلم بالموسم اللي قبل الماضي، الاتحاد في البلاي أوف جاب حكام أجانب منعا للحساسية اللي كانت بسبب وجود الجمهور، وكان الجمهور يحضر بكثافة. يعني من ضمن الحلول اللي احنا طلبناها أنه الاتحاد يجيب حكام محايدين أجانب للبلاي أوف، هاي أحد الشروط الحل المشكلة. طيب بدي أنتقل شوي للجمهور، ليش الجماهير عم بتقاطع المدرجات؟ ستي شوفي بدي أحكي لك شغلة، هلأ جمهور نادي الوحدات جمهور كبير وجمهور عظيم وتعجز الكلمات عن وصفه. في كل دول العالم ستي يعني الاتحادات الرياضية يعني بتحاول بشتى الطرق والوسائل جذب الجمهور إلى الملعب بجوائز بمسابقات بدخول مجاني. إلا إحنا يا ستي إحنا بنشتغل كل همنا نطفش الجمهور، الجمهور اللي بنطفشه بإجراءات الدخول. من متى يا ستي إحنا عندنا تذاكر أم الثمن دنانير؟ عملوا تذكرة بثمن دنانير على وجه جمهور الوحدات. جمهور الوحدات يا ستي تخيلي في المباراة هاي اللي صارت لجنة النظام والسلوك في الاتحاد بتوجه إنذار نهائي لجمهور الوحدات. طب وين الإنذار الأولي؟ يعني جمهور الوحدات انت عشان تحاسب الجمهور ايش مطلوب منك؟ مطلوب منك تسهلي دخول الجمهور على الملعب، مطلوب منك انت تكون في تحكيم يعني محايد غير مستفز للجمهور، ومطلوب منك انه اداريين الفريق الخصم لا يقوموا باشارات نابيه لجمهور نادي الوحدات ويستفزوه. تخيلي جمهور بتغلب ليدخل على الملعب، جمهور شاف اخطاء تحكيميه قاتله، وفي إداري من النادي الأهلي عمل إشارات نابية للجمهور، الجمهور وقتها يعني وتم معاقبته. بتعاقبه. طب أنت ما قدم المطلوب منك وبعدين عاقب الجمهور. يعني أنا إلي عتب أحكي لك على، بدي أحكي على النادي الأهلي شوي. إحنا أخواننا النادي الأهلي راح تتفاجئ إنه إحنا علاقتنا معهم ممتازة جدا، وإحنا النادي الأهلي بنحبه وبنحترمه كإدارة، وعندهم رئيس نادي يمكن أحسن شخص في العالم ممكن تتعاملي معه. لكن أنا إلي عتب على النادي الأهلي، هذا تكرر في الموسم أول قبل الماضي وهذا الموسم. نعم. الأهلي بيجيب إداريين شباب صغار بالسن بحطهم مع الجهاز الإداري في أرض الملعب، شباب ما عندهم خبرة. في الأول العام عملوا مشكلة مع الجمهور، والسنة هاي أحد الإداريين عمل إشارات نابية لجمهور الوحدات وهو بيحتفل بفوز فريقه. ست سميحة في نهائي كأس الأردن لما فاز الأهلي على الوحدات، جمهور الوحدات حيا النادي الأهلي وحيا لعيبته. تخيلي هذا الشخص الأرعن بتصرفه رجعنا زي ما تقولي 100 سنة لورا. الإداريين يا ست سميحة ممنوع يغلطوا، الجمهور بيخطأ عادي، أنا كإداري ممنوع أخطأ، الإداري في الملعب ممنوع يغلط لأنه هذا الإداري خطأه يعتبر كبير. نعم. للأسف هاي رسالة أني أتمنى على أخوان النادي الأهلي لما يحطوا إداريين يحطوا ناس شوي كبار في السن عندهم خبرة أركز، مش ما يحطوا شباب متهورين أحيانا يعني بيعملوا تصرفات غير مقبولة. نعم طبعا نوجه كل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي، وبكل تأكيد هو نرجع منقول بتصير هفوات وبتصير أخطاء بشرية، المهم أنه هاي الأزمة أنها تنحل قريبا
وترجع الروح الرياضية الجميلة في دوري كرة السلة. سيد حاتم بدي أشكر حضورك معنا. العفو يا ستي وشكرا لك. أنا إلي الشرف الكبير أني أكون في هالقناة المحترمة، نشرف فيك وإن شاء الله الله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله. شكرا لك.